شاركت مملكة البحرين في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، والذي شهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. إلى جانب الفعاليات المصاحبة لأسبوع الاستدامة، شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات متنوعة. الزميلة إيمان شرف زارت المركز وأعدت لنا التقرير التالي. أسبوع أبوظبي للاستدامة هو الحدث العالمي الذي صيغت أهدافه لتنسجم مع وثيقة مبادئ الخمسين التي تشكل المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال المرحلة المقبلة. مبادرة ابتكر هي جديد هذه الدورة من أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهي مبادرة عالمية أطلقتها مدينة مصدر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لاكتشاف ورعاية الجيل القادم من مبدعي التقنيات المستدامة. تأتي هذه الجهود لتعزيز دور مدينة مصدر وشركة مبادرة الاستثمار وإمارة أبوظبي بشكل خاص لدعم الصغار والمستثمرين والمشاريع والأفكار المبتكرة. مدينة مصدر اليوم تعتبر اسم عالمي، بحيث أن مدينة مصدر تعتبر أكبر مساحة مبنية مستدامة، ليس فقط بحسب المعايير المحلية بل أيضا بحسب المعايير الدولية من خلال برامج ليد وبرامج الاستدامة. في مجال التوصل إلى أحدث التوجهات التكنولوجية والاقتصادية التي تساهم في عالم يقوم على الطاقة المتجددة، تمثل القمة العالمية لطاقة المستقبل تجمعاً للمبتكرين ورجال الأعمال في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة والكفاءة من أجل بناء مستقبل مستدام. نحرص بأن نتواجد في مثل هذه المعارض، أول شيء للاستفادة من خبرات الشركات الأخرى، وثاني شيء كذلك لنبرز ما توصلت إليه حكومة الفجيرة في مختلف قطاعاتها بالحفاظ على البيئة واستخدام الآليات والتقنيات الحديثة في الحفاظ على البيئة. طبعاً الهيئة كان لها دور كبير في رفع الموثوقية ورفع اعتمادية شبكات الكهرباء وتجنب أي انقطاع للكهرباء على شبكات دول مجلس التعاون. الآن احنا في طور التوسعة، في عندنا ثلاث مشاريع لتوسعة الربط الكهربائي، توسعة الربط مع دولة الكويت وتوسعة الربط مع دولة الإمارات وأيضا الربط المباشر لسلطنة عمان، وأيضا لدينا مشاريع أو دراسات لمشاريع لتوسعة الربط مع مملكة البحرين بإذن الله تعالى. كل الشركات اللي موجودة تحت مجموعة بيئة تركز على الريادة في استدامة جودة الحياة، فإذا بنتكلم بعد بالأخص عن الطاقة المتجددة، إحنا هذا يندرج تحت شركة بيئة للطاقة. في عندنا حالياً مشروع شغالين عليه اللي هي محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، اللي هي بالشراكة مع شركة مصدر، فالهدف إنه نوصل إلى نسبة 100% تحويل النفايات عن المكبات. القمة العالمية لطاقة المستقبل عقدت منتديات متنوعة ناقشت التحديات الرئيسية والاتجاهات الجديدة نحو تشكيل آفاق التنمية المستدامة حول العالم، إلى جانب صياغة أجندة الاستدامة العالمية. وجودنا هنا في المعرض جدا مهم من أن نطلع على أحدث التطورات والبرامج الموجودة حتى في تطوير المهندسين وتطوير الكفاءة الموجودة عندنا في الشركة. طبعا مؤخرا احنا في البحرين كان عندنا مشروع تركيب الألواح الشمسية على أسطح 5 مدارس حكومية، وهو يعني تجربة رائدة وتجربة ناجحة بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، واحنا نتطلع الى مزيد من التقدم بفضل الجهود الحكومة الرشيدة وهيئة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين. يعد الابتكار ودعم التقنيات والشركات الناشئة من العوامل المهمة لبناء مستقبل مستدام، ومشاركة العديد من الشركات والجهات المعنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يعتبر المرآة العاكسة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة والحد من تداعيات تغيير المناخ. من أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد هذا الأسبوع منصة عالمية تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر من أجل تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ومن أجل اتخاذ خطوات فاعلة تشمل القيادة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية. من إمارة أبوظبي
إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.